وكلنا نعرف هذا الطفل، الطفل الذي أصابته رصاصة الغدر في جمعة الكرامة فاقتلعت عينيه. إلى هذا الطفل أنا قلت: يا فاقد النور البصيرة رد لي بصري، هذا جنى يدك اللعوب وقلبك الحجر، ذبحت على يدك الطفولة مثلما ذبحت هنا بكم الكرامة ساعة الغدر. والله كان أمام عيني، والله كان أمام عيني عندما وصلت إلي رصاصة الغدر، وصد الدعاء سرى تردده السماء يدعو عليك بقية العمر.